مرحبا، درت سلو، درت واحد الكمية قليلة، ما درتش بزاف. إذا درته بالفواكه الجافة، وغادي من بعد غادي نعطيكم المقادير. السلو يعني تقليدي. مهم، 1 كيلو نتاع الدقيق، 1 كيلو نتاع الجنجلان، 1 كيلو نتاع اللوز، 500 غرام نتاع السكر، ومعلقة سكر غلاس، معلقة كبيرة نتاع النافع المطحون، جوج معالق كبار نتاع القرفة، ونص معلقة صغيرة نتاع المسكة الحرة، ومعلقة غير شوية نتاع القبصة نتاع الملح، و700 غرام نتاع الزبدة، 750 غرام نتاع الزبدة. أنا ما درتش هاد المقادير، درت وحدين مقادير وحدين أخرين. أنا حطيت لكم المقادير هادو، ولكن أنا دي درتو يعني بكمية قليلة، ودرتو شوية بالفواكه مختلفة نتاع بحال هذا، شوية القرقاع، شوية الفواكه الجافة المختلفة، ومن بعد شوية اللوز. أنا درت هكذا 200 غرام 200 غرام، ومخلط فيه شوية القرقاع، شوية البندق، شوية اللوز، وضفت ليه شوية اللوز 100 غرام، وضفت ليه كل هكذاك 50 غرام حتى 80 غرام نتاع القرقاع. الاول كيكون انا غادي نقليو الاول هذا الدقيق، يعني ماشي نقليو، يعني يتحمر الدقيق، ما درتوش في الفران لان من الاحسن كنديرو على المقلاة، سهلة عليا باش نبقى نخرج ونبقى غير مرة مرة نقلب. من الاحسن في هذا نتاع في النار، حسن على النار باش يجيني سهل باش نقبض بها كذا بالمقلة. اذا حمرت هذوك، قليتهم كلهم. هذا الدقيق قليته، ومن بعد غادي نضيف عليه واحد معلقه نتاع هذا الانيس نتاع حبه الحلاوه، معلقه، بغيتو ديروا معلقه صغيره. انا اللي عطيتكم المقادير ديالي 200 غرام و100 غرام نتاع الجنجلان و100 غرام نتاع الدقيق يتحمر، واحد معلقه صغيره نتاع القرفه. اذا غادي نحمروا كل هادو، نقليوهم هادوك الفواكه والجنجلان، فواكه 200 وزدت عليهم شويه اللوز، والجنجلان 100 غرام، وحتى الدقيق 100 غرام، كلهم يتحمروا، ونضيف لهم شويه القرفه وشويه هذا النافع، والسكر كلاص 5 نتاع معالق هكذاك، شويه كتطحن مع الجنجلان، شويه كتطحن مع الخرغ، ما هي شوفوا الحلاوه صافي باش ما تكونش الحلاوه. وحتى انه الا بغيتوا تجمعوه بالعسل باش ما تكتروش الزبده، تقدروا تجمعوه. انا يا جمعته غير هكذا، غير بواحد معلقه صغيره نتاع الزبده، ملي تحمرت كل شيء، طحنت كل شيء مزيان مزيان مزيان، ها هو هذا الجنجلان، وهذاك اللوزي والفواكه الجافه والاخرى، وهذا الدقيق حمرته. اذا غادي نخلط كلهم، هو هذا، وبعد ما طحنتهم مزيان، بعد ما تحمروا الفواكه هما يعني طحنتهم حتى انهم ولاو بحال عجينه، ونضيف لهم شويه السكر كلاص على حسب المذاق، ما يكونش حلو بزاف، الا شفتوا باللي عاود داير ضيفوا له السكر. المهم ها هو، واحد قرصه نتاع ملح، واحد معلقه كبيره نتاع النافع مطحون، والقرفة صغيرة معلقة صغيرة. غادي نخلط الكل. انا هذا الشيء اللي درته، خلطت كل شيء، الجنجلان، الفواكه الجافة، هذاك الدقيق المحمر، وزدت الى لقيته باللي لقيت ماشي فيها السكر بزاف، نزيد لها واحد معلقة، هذه باش نوري باللي نقدر نضيف لها واحد معلقة، واحد معلقه صغيره نتاع الزبده، ما كثرتش انا الزبده لان طحنت هذوك المواد كلهم مزيان. ومن بعد غادي نبقى هكذا نحرك بهذاك بحال اللي نعجنها، بحال باش يدخل فيها هذيك الزبده مزيان. اذا شفتوها يابسه يابسه، يعني تقدروا تضيفوا لها واحد شويه، يا اما العسل يا اما هذا الزبده. ومن بعد ديروا كويرات هكذا، لان باليدين انا ما جاتنيش هكذاك، لان خاص ولا بد نزير عليها مزيان مزيان باش ندير كويرات، ولا نديرها في واحد المول باش نديرهم كويرات، ونديرهم في هذاك الكويرتات نتاع المادلينات الصغيورين نتاع الحلوة. هيا حتى نزير عليها مزيان مزيان باش هكذا باش دير كويرات كويرة، ونديرها في الكويرتات.
ومن بعد الا بغيتو نديروها في واحد المولي يكون كبير او لا صغيورات، كتجيبوا هذيك الخليط. انا كنقول الراي ديالي كدرت لها وهكذا، الا كان المبتدئات المهم انا كنقول كيف درت لها هنايا هذا المول، كنزير عليه مزيان مزيان، دخل دير فيه هذيك الخليط كله ونزير عليه مزيان مزيان باش تقسح ديك العجينة في المول، باش هكذا نقدروا نخرجوها سهلة ونديرها في هذا في البلاطو. إذا شفتوها يابسة إذا نضيفوا لها شوية يا إما العسل شوية يا إما الزبدة. إلا شفتوها هذا كانت درت لها غير هكذا، ما درت لهاش العسل، ما درت لهاش، درت لها غير بديك معلقة صغيرة نتاع الزبدة صافي، ما ضفت لهاش. هيا هكذا ملي درتها في المول صافي، تقدروا تخرجوها هكذا في يعني دير هاد التشكيلات. وباش نعطيو لهذوك الكويرات شويه واحد التشكيلات مزيان، هذيك اللوز ماشي مطحون بزاف بحال غير كويرات صغيرات، نديروه في العسل شويه الاول وعاد نديروه في هذاك، نغطسو في العسل شويه وصافي، ونديروا عليه هذاك الحبيبات نتاع اللوز. ومن بعد ديروا عليها الا بغيتوا عاود تشكلوها كيف بغيتوا، اذا الا بغيتوا ديروها مثلا في شي بلاطو هكذا باش نعطيو لها الشكل هكذا. المهم هذاك الشيء على حسب، يبقى كل واحد كي كيف يبغي على حسب الشكل اللي كيعطي لها. الا بغيتو المقادير اكثر، انا درت 200 هكذا، 300 سي 300 400 هكذا، لان ما بين الجنجلان ما بين هكذا هذيك الفواكه الجافه كانت 200، اللوز 100، القرقاع قال كان 50 حتى 80، ايوا الجنجلان كان 100، وهذاك كان 100 نتاع الدقيق. وبغيتو تضيفوا اكثر ضيفوا، اذا الزبده غير معلقه صغيره، ومعلقه صغيره نتاع القرفه ولا نص ديالها، وهذاك الانيس النافع درت معلقه كبيره ماشي عامره صافي. ولا بغيتو ديروا ضعفوا المقادير، اذا ضعفوا المقادير، انا ما كنبغيش بزاف معها الزبده، درت غير شوية غير معلقة صغيرة، بغيتو تضاعفو نتوما باش تدير لكم. المهم انا قلت لكم الرأي ديالي، وها هو كيكون مزيان، كيكون مزيان يعني، ولا بنزيرو عليها باش تعطي الشكل. هذيك لا غوسيت اللي عطيتها لكم في الاول، في الاول هذيك زعما هذيك بحال هذيك الوصفه التقليديه، لكن هذا انا عطيت لكم اللي درت انايا. شكرا على المشاهده.